حبايبنا المشاهدين اهلا بيكم. في الفيديو ده هنقول لك كل حاجة عن موبايل جديد من شركة اوبو والاوبو F27. في الفيديو ده هتعرف كل مميزاته وكل عيوبه، خليكم معانا لاخر الفيديو ويلا بينا نبدأ. اول حاجة لو هنتكلم عن مميزات الموبايل ده، فاول ميزة عندي في التصميم. التصميم بتاع الموبايل ده شكله شيك جدا، وفي مقاومة لرذاذ المية والغبار بشهادة IP64. حتى وزن الموبايل في الايد وزنه خفيف 187 جرام. ومن ضمن مميزات الموبايل ده برضو الشاشة عندي اموليد، القياس بتاعها 667 من 100 بوصة، واقصى درجة سطوع بتوصل لها 2100 شمعة، معدل تحديث 120 هرتز، وعليها طبقة حماية. فالشاشة شاشة مميزة جدا ومن ضمن مميزات الموبايل. عندك احدث سوفت وير موجود، يعني مش هتاخد سوفت وير قديم، اللي هو اندرويد 14 مع واجهة اوبو الكالر OS 14. وعندك المعالج كويس من شركة ميديا تيك، والدايمنسيس 6300، وهيديك اداء كويس جدا. عندك برضه فيه مساحات تخزينية كبيرة بتبتدي من 128 مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، وبرضه في 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وفي مكان كمان لتركيب كارت ميموري. برضه من ضمن ما يميز الموبايل ده كاميرات. عند الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4، وبتدعم البانوراما، هتصور معاك فيديوهات لحد 1080. وبرضه الكاميرات الخلفية، الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.8، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4، ودي بتاعة العزل. وهتلاقي عندك جاي فلاش، والكاميرات بتدعم ال HDR والبانوراما، وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080. فالكاميرات الأمامية والخلفية هيدوك أداء كويس جدا، ومن برضو من ضمن مميزات الموبايل ده. برضو من ضمن مميزات الموبايل ده إن جاي معاك سماعات ستيريو، فهتاخد تجربة صوتية كويسة جدا. عندك الواي فاي أحدث إصدار، والبلوتوث أحدث إصدار، وعندك نظام تحديد المواقع كويس جدا في الموبايل ده، لأن الموبايل ده بيدعم أكتر من قمر زي الجي بي إس والجلوناس والجاليليو والبي دي إس والكيو زد إس إس. عندك الموبايل برضو في خاصية الـ NFC، وفي خاصية الـ IR اللي هو تقدر تشغل موبايل كارمون. عندي برضو الموبايل هتلاقي فيه بصمة تحت الشاشة، في فيس أنلوك، ومعظم المستشارات هتلاقيها موجودة في الموبايل ده. عندي بطارية كويسة جدا 5000 ملي أمبير مع قدرة شحن 45 واط. طب ايه هي أهم عيوب الموبايل ده؟ أهم عيوب الموبايل ده إن مفهوش مقاومة مية وغبار كاملة. عندي مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات. الموبايل ده هتلاقيه نازل عندك بلونين، اللون الأخضر واللون البرتقالي. وسعره كام؟ سعره 275 دولار للنسخة اللي هي 128 جيجا، و 298 دولار للنسخة اللي هي الأكبر اللي هي 256 جيجا. طيب سريعا كده هنلخص كل اللي قلناه في الفيديو ده. عيوب الموبايل ده تتلخص في حاجات بسيطة ممكن نتغاضى عنها، إنه مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، مفهوش مقاومة كاملة للمية والغبار، مفهوش كاميرا الترا وايد اللي هي بتاعه التصوير الواسع. اما لو هنتكلم على المميزات بقى، فعندك تصميم شيك، وزن خفيف في الايد، شاشه كويسه جدا، احدث سوفت وير موجود، معالج كويس جدا ويسد معاك، مكان مخصص لتركيب كارت ميموري، مساحات تخزينيه كويسه بتبدا من 128 لحد 256 جيجا. عندك كاميرات سواء اماميه او خلفيه هيدوك اداء كويس. عندك الموبايل في سماعات ستيريو، الواي فاي احدث اصدار، والبلوتوث احدث اصدار. عندك نظام تحديد المواقع بيدعم حوالي 5 اقمار. عندك في NFC، عندك في IR، عندك في بصمة تحت الشاشة، في فيس انلوك، بطارية كويسة جدا 5000 ملي امبير. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.